السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وبداو الفيديو ديالنا دائما بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد ما كملنا داك التحضيرات ديال رمضان ديال المعسلات، دابا غادي ندوزو باش نكملو التتمه ديالو ان شاء الله. بدا بالمملحات، وكما بان لكم هنايا البنات عندي الحوت، دونك غادي نصايبو دوك القنينطات اولا السيجار ديال الحوت اللي انايا ضروري في رمضان عندي، ضروري خصهم يكونوا فوق الطبله. وصراحه كيبغيوهم الجميع، كي الوليدات كي حنايا صراحه كنبغيوهم، وقلت نشاركهم معاكم. بالنسبه للمقادير البنات، انا عندي هنايا كيلو ديال الميرلو اللي غسلته مزيان ونقيته. انا خديت الميرلو غير كونجلي، غسلتها مزيان وعصرت عليها شويه ديال الحامض وخليتها حتى نشفات. غادي ندخلها انايا الفران، هذه هي الطريقه ديالي. كندخل الحوت الابيض سواء الميرلو سواء البانغر، اي واحد اي حوت ابيض كندخلو الفران، كندير له الشرموله ديالته. بالنسبه للشرموله البنات، عندي هنايا القزبر والمعدنوس والثومه مقطعين رقاق مع العطريه ديال الحوت، شويه ديال الملحه. الملحه ما نكثروش البنات، غير واحد شويه حيت كنعرفوا الزيتون المالح الشامبينيو، وهنايا كاين العصير ديال الحامض، دونك الملحه ما نكثروش منها باش ما تغدرناش. شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، والعطريه الحوت راها معروفه، هذه هي باش غادي نشرملو هاد المسائل كامله اللي عندنا. عندي هنايا الكروفيت، عاد غادي نقطعوه حيت كبير بزاف، ما يمكنش غادي نديروه بحال هكا، ضروري نقطعوه طريفات صغار. عندي هنايا 500 غرام ديال الكالامر، حتى هي غادي نقطعها طريفات صغار. وعندي هنايا واحد الحامضه مصيره قطعتها حتى هي هكا قطع صغيره، واحد معلقه كبيره ديال الهريسه كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير السودانيه غبره، اللي بغى يدير معلقه ديال الهريسه، غير هي الهريسه كتزيد في المذاق. عندي هنايا البنات واحد البصله مقطعه رقيقه، شامبينيو تا هو مقطع رقيق، الزيتون، فليفله خضراء وفليفله حمراء، هادو غادي نشحروهم بوحدهم. بالنسبه للحوت البنات، بالنسبه للحوت البيض الطريقه ديالته، كناخذوا هاد الشرموله هادي، انا درت الفران دابا كيسخن، وغادي نشرمل هاد الفيل ديالي كامل من الجناب ومن كلشي وندخلو الفران. ما كنطيبوش انا في المقله، كنعرفو كيطلق شويه الماء، ولكن بهذه الطريقه في الفران صراحه كيجي بنين، وجربوها وردوا عليا. هذه هي الطريقه ديالي المعتاد، يعني نعتمده عليها دائما، سواء في البسطيلات الكبار يعني ديال المناسبات، سواء في هاد لي سيجار هادو. هذه طريقه صراحه كتجي زوين الحوت هكايا في الفران، وعاد حاجه الفران راكم عارفينها كتبقى دائما مزيان. صافي البنات، هذا هو اول حاجه غادي ندير، ندخلو الفران يطيب. ما كياخذش لينا الوقت بزاف، واحد 15 دقيقه على الاقل، حنا عينينا ميزاننا كنشوفوا الفران ديالنا كيفاش، يعني كيفاش الحراره ديالو. انا ملي دايراها على 200 درجه، مشعله عليه من الفوق ومن التحت. صافي البنات، الحوت ديالي شرملته كامل، غادي ندخلو الفران وندوز باش نكمل معاكم باقي. صافي البنات، انا هنايا غادي ندوز باش نشحر هاد الفليفلات ديالنا والبصله وهاد الشامبينيو. وهنايا البنات نسيت ما قلتش لكم، هنا عندي واحد الباكيه ديال فيغميسي، يعني الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء سخون وخليتها حتى ترخفات، ودست هكايا قطعتها طريفات صغار، غنخليها على جنب عاد نوريكم الطريقه ديالها حتى هي. هنايا غادي ندير الزيت البلديه، يعني الزيت البلديه البنات ديال الطياب، ماشي الزيت البلديه ديك اللي حاره، هي انايا باش كنطيب دائما. نشحروا هاد المقادير كامله اللي عندنا، وهنا البنات غادي ندير واحد شويه ديال الملحه. كما قلت لكم ما غاديش نكثر، ردوا البال، والملحه خاصها تكون ناقصه حتى الاخر ملي نبغيو نخلطوا جميع المقادير، وديك ساعتي كنقيسوا الا كان خاصو شويه كنزيدو. درت هنا شويه ديال المليحه، غندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم هذا البلدي، شويه من التحميره، وشويه تاع سكينجبير.
ونبقاو غادي مع البنات هكا مره مره كنحركو حتى يتشحروا لينا هاد المقادير كامله ونكمل معاكم. هنا البنات صافي ها هما يتشحروا ليا هاد الفليفلات وهاد البصله وهذا غادي نطفي عليهم وغادي ناخذ واحد البول ونديرهم فيه ونكملوا باقي المقادير. وهنا البنات خديت واحد المعلقه من هاد الشرموله هي اللي غادي نشحر فيها هاد الكالامار هذا ديالي. غادي نشحروها البنات على عافيه تكون شويه مجهده باش ما يطلقش لينا داك الماء بزاف وما نطيبوهش بزاف باش ما يقصحش. نبقاو هكا البنات حتى يتشحر لينا هذا غير كيطيب حتى هويا ما كياخذش الوقت حيت راه مازال يعني غادي يدخلوا الفران والكالامار ما كيبغيش يطيب بزاف. انا نكمل البنات بحال هكايا حتى يطيب. صافي البنات هنايا الكالامار ديالي شتو دا غير طاب صافي غادي نطفيه ليه وضروره البنات ما ندوز نصفيه ما نديروش مباشره ورا ديك فوق من ديك البصيله ودوك الفليفلات حيت خصو يتصفى باش حتى الورقه ديالنا ما تقطعش منين يكون هكا فيها الماء. كما شفتوا البنات هنايا هو خليته كهنايا كيقطر في هاد الشبيكه وهاد الميه هذا غنزيد عليه حتى ديك الميه ديال الكروفيت هي اللي غادي نعاود نشحر فيها داك الفيرميسيل. وصافي البنات نفس الطريقه مع الكروفيت حتى هويا. الا بانت لكم الشرموله ديالكم نقصات تقدروا تعاودوا ثاني تزيدوا واحد شويه ماء ديال العطريه شويه ديال القزبر والمعدنوس. كما شفتوا البنات كيبقاو نشحروا غير في هذيك الشرموله اللي صيبنا في الاول ما كنبقاو نزيدوا لا عطريه لا والو يعني من الاول نصيبوا واحد القياس اللي غادي نعرفوه يقدنا في هذا الشيء كله. غادي نبقى بحال هكا البنات حتى يتشحر ليا ونضيفوا على باقي المقادير. كما شفتوا البنات يعني غادي نشحرها غير تقريبا واحد دقيقه ما كاملاش غير تاخذ لينا حتى هي ديك داك المذاق ديال الحوت. ودائما كنخدموا في نفس هكا في هذه المقيله يعني ما كنغسلوها ما والو حيت يعني شحرنا فيها غير الحوت. صافي البنات وغنطفي عليها وغادي نضيفها مباشره فوق الخليط. وكيف ما شفتوا البنات ها هما هي هنايا كلشي عندنا الكروفيت الكالامار ودوك البصيله والفليفلات. وهنايا البنات الحوت ديالي ها هو بعد ما خرجته من الفران. شوفوا البنات كيفاش كيجي صراحه زوين بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذو انايا غادي صافي نبقى هكاين فرتت ونديرو طريفات صغار بهذه الطريقه حتى نكمل كلشي هادشي اللي عندي ونضيف عليهم الفيرميسيل وهاد المعلقه ديالت الهريسه حتى هي غادي نضيفها دابا نيت مباشره. وديك الحامضه مصيره هكايا اللي مقطعه رقيقه غنكمل البنات انايا على هاد الطريقه هادي ونتلاقى معكم ملي نكمل كلشي باش ندوزو نلويو الوريقه ديالنا. وبالنسبه للورقه اللي كنخدم بها البنات هي هادي اللي ديال الشينوا اللي صراحه كتجي زويونه. نكمل انا البنات كما قلت لكم بهاد الطريقه. هنايا البنات الحشوه ديالي ها هي كملتها وخليتها حتى بردات ما نديروهاش وهي سخونه البنات باش ما تقطعش لينا العجينه ديالنا ولا الورقه ديالنا. خليتها هنايا على جنب. عندي هنايا شويه ديال الزبده مذوبه هي باش ندهنوا الورقه وشويه ديال الطحين اللي خلطته بشويه الماء باش نسدو الورقه. وهنايا عندي الورقه اللي حليتها بحال هكايا وريقات باش ما تاخذش ليا الوقت ونكمل بسرعه ونديروها في واحد الزويف باش ما تنشفش. اذا بسم الله غادي نبداو اول وحده غادي ندهنوها بشويه تاع الزبده ناخذ الحشوه ديالي نديرها على جنب ونبداو بسم الله
حاولوا نديروا تقريبا قياس ديال معلقه عامره في الورقه هكا باش يجيونا حتى لي سيغار ديالنا ولا هاد القنينطات يجيونا عبار واحد. شوف هكا واش كيبان لكم. صافي ونزيروا يدينا من نكونوا كدوي. ناخذ شويه ديال الطحين ونسدو به العجينه ديالتنا كتجينا على هذا الشكل. هذا نعاود معاكم وحيده اخرى. كما قلت لكم نديرو قياس ديال واحد المعلقه ونقدوهم بحال هكا البنات بيدينا. صافي ونجيبو وحده هكا ونجيبو الاخرى عليها وكندويو. كما قلت لكم الا مشينا بهاد العبار كيجيونا حتى القنينطات ديالنا كيجيو كلهم عبار واحد. هنايا البنات بعد ما كملت هاد القنينطات ولا هاد السيجار هذا ديالي غادي ناخد بلاستيكات وغادي ندير القياس كل قياس في بلاستيكه وندخلهم للمجمد هكا ملي نبغيهم نخرج داك القياس اللي عندي وندهنو بشويه ديال الزبده وندخلو الفران كيجيو صراحه غزالين. وكما شفتوا البنات كلهم قد قد يعني كيمشيو كاملين قياس واحد الا مشيتو بديك الطريقه اللي عطيتكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم البنات ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي جيم من بارطاج. فعلوا دائما الجرس باش يوصلكم الجديد وجيم جيم دائما البنات. اللي غيزوروا القناه ديالي لاول مره تا هما ياك نقول لهم مرحبا والف مرحبا الى فيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.